السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه لفيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على كاع الاسئله اللي كيدوروا على الافاق ديال الدبلوم ديال تي اس جي او تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز. اي حاجه بغيتو تعرفوها على الافاق ديال هاد الشعبه في هاد لا فيديو غادي تعرفوهم ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي ندوي عليها هي كيفاش غادي نقدر ندير هاد الدبلوم ديال تي اس جي او اللي هو تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز او ما يسمى بتسيير المقاولات. هاد الشعبه نقدر نديرها الا كان عندي باك، كيلك سوا ممكن يكون باك اداب، باك علوم، اس في تي بي سي، او لا باك في الاقتصاد. المهم يكون تكون عندكم لاتيستاسيون ديال الباك، اوتوماتيكمون كديروا هاد الدبلوم الا كان التوجه ديالكم هو تسيير المقاولات. بالنسبه لليستا ديال ايتمن اللي قريت فيها انا كانوا خداو لو سي ب 12 في 2016، ولكن ما عرفتش دابا بشحال كياخذوا. وكاينين دي زوتر استا، يعني كاين مراكز اخرين ديال التكوين المهني كياخذوا بمعدلات اخرى كحد اقصى. كاين اللي كياخذوا ب10، كاين اللي كياخذوا ب12 على حسب الناس اللي يدفعوا لهم في داك العام. تاني حاجه غادي نهضروا عليها، ها انا خديت ديبلوم ديال تي اس جي او، ها انا خديت ديبلوم ديال تسيير المقاولات، فين غادي نقدر نتوجه في لو مارشي دو طرافاي، فين غادي نقدر نخدم؟ يعني خصني قبل ما ندير ديبلوم خصني نعرف الافاق ديالو. نقدر بالديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دونتربريز نخدم في مختلف الشركات في مختلف القطاعات، يعني اي شركه في قطاعات متعدده. ثاني حاجه نقدر نخدم كتقني في التسيير التجاري، نقدر نخدم في الابناك والمحاسبه. وسي خرج واحد لانونس فاش انا خديت الدبلوم ديال المحررين القضائيين، يعني كيطلبوا دبلوم تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز او دي زوتر ديبلوم، يعني ممكن يكون ايضا محرر قضائي في المحاكم. نقدر نسير جزء من الميزانيه ديال بعض المقاولات. المهم كاينين مجموعه ديال الافاق وهنا قلت لكم غير البعض منهم. ثالث حاجه غادي نقولها في هذا لا فيديو هي المواد اللي كتقراو ولا المواد الاساسيه اللي خاص الانسان يبازي عليهم في هذا الدبلوم. تو دابور هذا الدبلوم كنقراو فيه جوج عامين، يعني كنقراو فيه عامين، وكل عام كنقراو 10 ديال المواد. وما بين المواد الاساسيه اللي كاينين وكيتقراو وخاصنا نبازيو عليهم ونكون عندنا درايه عليهم قبل ما ندخلوا الدبلوم ولا قبل ما نقراو داك الدبلوم، وحتى الا ما كانش عندنا درايه على هاد المواد، حتى الا مثلا بدينا كنقراوهم نحاولوا نميتريزيوهم ونحلوا فيهم دماغنا مزيان. اول حاجه كنعرفوا في لا جيستيون دي زونتربريز الماده اللي مهمه هي الكونتابيليتي بكاع الانواع ديالها، يعني كونتابيليتي جينيرال ديال واحد وجوج، كونتابيليتي اناليتيك، لاناليز فينانسي، جيستيون فينانسي، كاع هاد المواد راه مهمين بزاف. يعني الكونتابيليتي فاش كنسمعوها بكاع الفروع ديالها. تاني ماتيير اللي مهمه لانفيرونمون دي زونتربريز اللي عندها العلاقه بالمحيط ديال الشركه كنعرفوه كامل وكتكون ماتيير شامله وزوينه بزاف. رابع حاجه واللي هي مهمه بزاف خصوصا للناس اللي بغاو ياخذوا الدبلوم ديالهم ويفتحوا في دوسيير، يعني هاد الماتيير مهمه بزاف، واللي هي ولا الناس اللي بغاو يخدموا في ليطا، اللي بغاو يدفعوا ولا اللي بغاو يديروا ديكون يدوزوا لي كونكور ديال ليطا وبغاو يخدموا كوم فونكسيونير. هاد الماده اللي هي الفيسكاليتي. واخر ماتيير اللي كان حتى هي مهمه بزاف اللي هي لا جيستيون دي ريسورس ايمان جي ار اش، اللي غادي نحطها في نفس لو دوغري ديال لونفيرونمون دي زونتربريز، وغادي نزيد عليهم الماركتين حيت هاد المواد كينفعوا في جوج ديال الحوايج اولا كيلعبوا جوج ديال الادوار عندهم جوج.
اما هما اول حاجه انا كنكون عندي درايه وكيكون عندي دي نوسيون وكان ميتريزي لا ماتيير هادي في واحد الجانب، والجانب الاخر كيساعدو في تحسين اللغه، حيت هاد المواد عموما كيقريوهم اساتذه ديال اللغه. ديك الساعه كانت عندنا واحد البروف كتقري اللغه او ميم طون كتقري جيستيون دي ريسورس ايمان، يعني كيعاونوا هاد لي ماتيير حتى في تحسين اللغه. بالنسبه للدبلوم تي اس جي او كيكون ستاج في العام الثاني على حسب كل استان ولا كل مركز التكوين المهني، يا كيديروا شهر ونص في ستاج يا شهرين. بيرسونيلمون انا داك العام دارو شهر ونص، وفي هاد ستاج لو ستاجير كيستافد مجموعه ديال المعلومات ومجموعه ديال لي زيكسبيريونس اللي كياخذهم من لو مارشي، حيت ستاج كيديروه لي ستاجير في لي سوسيتي ولا لي زونتربريز، وهنا كيتعلم مجموعه ديال الحوايج وكيكتشف مجموعه ديال الحوايج وكيزيد كيبدا يتعرف على بعدا لو ميليو بروفيسيونيل، وكتكون عنده واحد بسيت اكسبيريونس بروفيسيونيل. كنتمنى نكون عطيتكم معلومات على الدبلوم ديال تي اس جي او. المهم بالنسبه لو سيكل راه تقريبا كاع لي ديبلوم راه هكا كيكونوا عامين، وكيكونوا فيهم 10 د المواد في كل عام، يقدروا يكونوا اكثر ولا اقل. وبالنسبه للستاج كيكون في العام الثاني وكيدوز يا شهر ونص يا شهرين. هنا غنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا معايا وعطيتكم لو ماكسيموم دي زانفورماسيون اللي غتبغيو تحتاجوهم. على بروشين.